السلام عليكم. المحاضرة الثالثة في مادة GIS 2 للفصل الثاني للمرحلة الأولى. المحاضرة الثالثة هنا وهذه محاضرة صغيرة تكملة للأركتالوج حقيقة حتى نخلص من موضوع الأركتالوج. عندي أهم فقرة بالأركتالوج هو المانجمنت الإدارة والكرييشن أوف شيب فايل. أني من أخلق شيب فايل لازم أخلقه بالأركتالوج، يعني صحيح أني أروح أشتغله بالأرك ماب، بس أني من أخلقه لازم أخلقه وين؟ بالأركتالوج، لأن هو اللي مسؤول عن تكوين هذه الملفات. فكرييت شيب فايل أني أعتبرها يعني من أهم الفقرات اللي لازم يتعلمها الطالب. أول شيء تروح على المكان اللي تريده، باعه على هاي الصورة، هذا مثلا الفولدر، تريد بداخل هذا الفولدر تخلق لك شيب فايل. طبعا انت من تضغط على الفولدر يطلع لك تفاصيله موجوده هنا، تشوفون هاي الملفات موجوده وين؟ داخل هذا الفولدر اللي هو مثلا اسمه سامراء انا مسميه. فكليك يمين عليه نشوف تظهر لي هاي القائمه، اروح على النيو جديد، من اوقف على النيو تظهر لي هاي القائمه، اروح اختار شيب فايل، لان هو يعطيني نيو فولدر new file geo.bs إلى آخره. أنا أروح داريد أخلق shape file، فأروح على shape file new shape file، تضغطون عليه. يعني هسه أول شيء تروحون على المكان اللي تريدون تشتغلون عليه، كليك يمين ويظهر لنا هاي القائمة الصغيرة، تروح على new، ومن new تظهر تختار shape file. طبعا بعد أن اختاريت shape file حتظهر لك قائمة بهذا الشكل، تظهر لك يقول لك create a new shape file. اي طبعا انا اختارت زين. شو يريد يقول؟ بالبدايه حط له name، حط له اسم. اسمه شنو؟ ما تريد تشتغل مثلا على بغداد تكتب بغداد، على دياله تكتب دياله، على البصره تكتب بصره الى اخره. نوع الفيتشر اللي تريد تشتغل عليه، الفيتشر هو الشيب فايل، هو فيكتور، لان احنا مو قلنا الجي اي اس يشتغل على فيكتور فايل وراستر فايل. الراستر اللي هي الصور، والفكتر اللي هو شيب فايل. اي شيب فايل، شيب فايل ثلاث انواع: بوينت، لاين، بوليجون، يعني نقطه، سطح، خط، وشنو؟ ومساحه. مثلا اني اريده على نوع بوينت. طبعا هنا من الاولى تكتبون الاسم، من نجي على الثانيه من تضغطون عليها نشوف تظهر لنا بوينت، بولي لاين، وبوليجون. البولي لاين اللي نقصد به اللاين، والبوليجون اللي نقصد به الاريا، وهاي مالتي بوينت ومالتي باتش، هاي ما نشتغل عليها في الوقت الحالي. خلينا ناخذ اول ثلاثه: بوينت، لاين، بوليجون. طبعا اللاين هنا اسمه بولي لاين بالبرنامج. فمثلا انت تريد تختار بوليجون، من تضغط على البوليجون حيظهر لك هنا بالحقل الثاني بوليجون، تختار لك اسم قلنا تخليه بالاول. لو تلاحظون هنا بالديسكريبشن مالتش مكتوب unknown coordinate system، unknown coordinate system يعني الكوردينيت سيستم مالته غير معرف. زين انا يصير اشتغل على مكان الكوردينيت سيستم مالته غير معرف؟ احنا قلنا اول شيء لازم نعرف الكوردينيت سيستم. احنا طبعا المنظومه مالتنا اللي قدامها محددين نشتغل عليها يو تي ام او نشتغل عليها جيوغرافيك. فنروح على هذا الزر اللي هنا اسمه edit، من تضغطون على الإديت تظهر لنا قائمة بهذا الشكل. يعطيني خيارين: إما Geographic Coordinate System أو Projection Coordinate System. إذا نريد Geographic من نضغط عليها دبل كليك تفتح لنا قائمة، ونروح ناخذ WGS 84. هنا إذا أردنا Projection UTM نروح على Projection، وبعدين نختار من عندها ال UTM WGS 84 و وبعدين نروح على زون 38 N مثلا بالنسبة إلى منطقة العراق، لأن العالم مقسم إلى 60 زون، 60 شمالي و 60 جنوبي. فالعراق يقع بال 38، زون 38 الشمالي. تأخذون غير منطقة لها زون آخر، وبالتالي يعني تعريف فقط تحددوا. ومن تقول له اوكي حينخلق لي الشيب فايل. هذا الشيب فايل من انخلق، من تروح تسحبه تسوي له دراج، مو قلنا نقدر نودي وين؟ على ارك ماب.
من نوديه على الارك ماب نشوفه فارغ ما بي اي شيء بس الكوردينيت مالته معرفه، نروح هناك نشتغل عليه نرسمه نحدد المناطق بي الى اخره، هاي بعدين محاضره ثانيه نتعلم عليها، بس خلينا نكمل اول شيء الارك كتالوج. اذا نخلق الشيب فايل شفنا انه خطوات جدا بسيطه. في بعض الاحيان انت خلقت الشيب فايل قلت له اوكي وما معرف الكوردينيت سيستم، شو تسوي؟ تقدر تروح تعرفها من جديد، تروح انت مو ضاغط على واقف بالكونتينت تاب، هذني مو عندك كونتينت وبريفيو والديسكريبشن، بالكونتينت تاب انت واقف تروح على الشيب فايل تضغط عليه كليك يمين وتروح على بروبرتيز. من تروح على البروبرتيز تقدر تختار اكس واي كوردينيت سيستم تاب، لين فوق تطلع لي مجموعه من التابات، تروح على الاكس واي كوردينيت سيستم وتعرفها مثل ما هنا شفناها، اما جيوغرافيك كوردينيت سيستم او شنو، او نروح نعرفها ب بروجكشن كوردينيت سيستم. نشوف هذه الخطوه اللي ايضا تطلع لنا نفسها تشبه ذيك. هنا اكو خيار لو تلاحظون على اليمنى، هذا الخيار اسمه امبورت او كلير، امسح لي اللي موجود مثلا انت كنت معرفه امسح لي اريد اغيره، او امبورت. ليش اسوي امبورت؟ اني اريد نفس الكوردينيت سيستم اللي معرفه للملف اللي دا اشتغل عليه سابقا، مثلا هو شغل جديد هذا الشيب فايل بس الشغل القديم موجود، يعني انا مشتغل مثلا على منطقه معينه خلينا نقول على صلاح الدين واجيت دار اضيف شغل جديد، فاللي معرفه على وش انا اقعد هنا أنا اختار الاخر، بس اقول له امبورت واروح اختار الملف الاصلي مالتي، حيجيب لي كل الكوردينيت سيستم ويعرف لي هنا. هو كلش بسيط يعني سلس بالاستخدام، فقط واحد يعرف الخطوات هذه الاساسيه اللي بي. ممكن تحدث الاتريبيوت اللي موجود بالداتابيس، يعني اللي انت تعرفون كل ملف ويا مو شوفتكم يا داتابيز معناته اتريبيوت، فشون اقدر احدثها؟ لان نعرف انه مثلا كل حقل من الحقول الى تفاصيل، ممكن يكون تكست، ممكن يكون لونج انتجر، ممكن يكون فلوت، ممكن يكون دبل بريزيشن، ممكن ديت، يعني الحقل اللي انت بدك تكتب به. اكو الحقول عبارة عن أسماء، أسماء المحافظات مثلا، أسماء المحافظات شنو نوعها؟ تكست. ليش؟ لأن بس كتابة. بس إذا كنا مثلا التاريخ خلينا نقول تاريخ العمل بها، فهذا ديت تاريخ، فأختار تشوفون هنا أكو آخر واحد ديت اللي هو تواريخ فقط، إذا الحقل ما يشتغل غير بس تواريخ، يعني مثلا 25/4/2003 بهالشكل، ما ينطيني اي يعني امكانيه اكتب غير شيء. اذا قلت عليه مثلا انتجر، انتجر يعني يكتب لي فقط ارقام صحيحه 5 6 100 13 4، بس ما يكتب لي 5 ونص 5 و3 بالعشره، ما ينطيني اياها، بس بالفلوت ينطيني الى اخره. كل واحده من هذني تنطيني خاصيه للحقل، فاني اقدر اسوي لها موديفاي. موديفاي معناته شنو؟ تعديل لخاصيه الداتابيس اللي موجوده عندنا. كالكوليت اتريبيوت فاليو ان الارك ماب، يعني اني اللي يهمني شلون اسوي اديت لتيبل فاليو. لازم اول شيء شو اسوي؟ اروح اودي البيانات مالتي وين؟ بالارك ماب، واضح؟ يعني الارك كتالوج ما يسوي لها مثلا تحديث لهاي البيانات اللي موجوده بالتيبل. ليش لازم اروح وين؟ بالارك ماب. فمن اروح للارك ماب نشوف بالارك كتالوج باللي فوق اكو حقل مرسوم به هذا الشكل، هذا بس تضغط عليه راسا يفتح لي الارك ماب، يعني ماكو داعي تروح تطلع من برا وتشغله، هو اصلا فاميليار واحد ويا الثاني، فمباشره من داخل الارك كتالوج تقدر تشغل الارك ماب وبعدين تسوي دراج. ومن تروح تسوي له دراج نشوف بالارك ماب اكو عندي يظهر لي هذا الشريط بالارك ماب وبي فشي اسمه اديت تول بار، وتقدر تسوي اديتنج للملف مالتك.
طبعا الميتا داتا مثل ما اخذنا سابقا وتعلمنا انه نقدر نحدثها نسوي لها ابديت، واللي هي موجود ايضا الحقل هنا الميتا داتا، فقط نضغط على هذا نقول له edit meta data، معناته اقدر احدثه واروح اسوي له تحديث واضافه بالبيانات. هذا الزر ايضا موجود عندي بالارك ماب. هذه طبعا هنا يقدر بالاتريبيوت يتحرك الى اليمين والى اليسار، ويقدر يضيف ويقدر يحذف لي، ويروح للاخير هسه من 1 الى 12، وتسوي له بالاخير كليك على السيف وتنخزن البيانات اللي موجودة عندكم. اللي حد هنا خلاص عندي الارك كتالوج. ان شاء الله تكونون استفاديتوا، وحنطيكم هاي المحاضرة اشرح لكم اياها بعدين، وين اشرح لكم اياها نفسها بالعملي حتى الطالب تكون عنده المعلومات كلش واضحة، يعني تقدرون تشوفون المحاضرة مرتين، مرة تشوفوها بالنظري ومرة تشوفوها بالعملي.